مشاهدينا، العنوان الثاني معنا لهذا اليوم هو عن المرور، حيث صرح الأخوان في المرور أن نظام صور المخالفات المرورية سيطبق قريبا. ولتقديم تفاصيل أكثر ولكي نفهم ونستوعب هذا العنوان أكثر، معنا العقيد طارق الربيعان المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور. عقيد طارق، مساء الخير وكل عام وانت بخير. يا أهلا وسهلا، الله يحييك، طول لي عمرك والله يسعد مساك أنت والسادة المشاهدين والمشاهدات، وكل عام والجميع بخير. حياك الله عقيد طارق. احنا نتكلم عن نظام صور المخالفات المرورية اللي راح يطبق قريبا، لو تطلعنا أكثر على هذا النظام. صحيح، طبعا الإدارة العامة مرور سبق أن تحدثنا عن هذا الأمر ببرنامج الحقيقة الرائع، أنه الإدارة العامة مرور تحت مظلة الأمن العام، تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتعاون مع مركز المعلومات الوطني وشركة هلم المشرفة على بعض الخدمات الإلكترونية لجهاز المرور، بعض كذلك القطاعات الأمنية الأخرى. لكن فيما يخص المرور اتفقنا جميعا إن شاء الله تعالى أنه يكون اللي هو نظام عمل المرور دائما إن شاء الله بلا ورق، ومن ضمنها بعض الخدمات الإلكترونية فيما تخص يعني المستخدم سواء مواطن أو مقيم. وقد سألت قبل عدة أيام عن موضوع اللي هو المخالفات المرورية، كثير من الناس يعترض على مخالفة يعني واعتراضه بسبب أنه لا يعلم كيف جاءت المخالفة هذه، خاصة فيما يخص اللي هو مخالفات الرصد الآلي، كاميرات الرصد الآلي سواء سرعة أو خط إشارة. الآن المحاولات جارية، ومركز المعلومات الوطني وشركة علم توفير هذه الخدمة حتى لا يضطر الشخص لإجراء اعتراض إلكتروني عن طريق بوابة أبشر أو الحضور إلى هيئة الفصل المخالفات المرورية في إدارة المرور المملكة، حتى يعني لا يسبب إزعاج نفسه وكذلك يعني ازدحام للآخرين من المستخدمين أو المراجعين الآخرين. يستطيع من خلال هذا إن شاء الله البرنامج إذا تم وكان على أصول يعني محافظة على سرية المعلومات، وكذلك فيما يخص عدم اختراق أمني أو مروري فيما يخص الصور، تعرف أنه يعني عادات وتقاليد ومجتمع السعودي أو اللي يعيشون على أرض الوطن يعني عندهم حساسية في هذا الموضوع، أنه ما هو أي شخص يقدر يطلع عليه إلا صاحب الشأن. فهذه إن شاء الله إذا توفرت وانتهت جميع الدراسات فيما يخص الموضوع هذا، يستطيع أي شخص الدخول على البرنامج المتاح لهذا الأمر وتأكد من مخالفته موقعها وتاريخها وصورة المخالفة، يعني صورة السيارة والمركبة اللي يعني وقتها وموقعها وما هي المخالفة المدرجة بالنظام ومسجلة. وإن شاء الله نتمنى أن يكون هذا إن شاء الله في القريب العاجل، الجهود مبذولة والتوفيق إن شاء الله بيد رب العالمين. جميل عقيد طارق، يعني اسمح لي برضو أسألك سؤال عن المخالفات. تحدثتم وتكلمنا كثير في برنامجي هنا في استوديو الإخبارية عن أنه الشخص يستطيع أن يبلغ عن المخالفات المرورية اللي يشوفها من خلال تطبيق كلنا أمن أو الاتصال على الرقم 993. هذه لا زالت قائمة أو تغير الرقم وسأصبح هناك رقم خاص بالمخالفات؟ لا فيما يخص طبعا ما عاد طبعا منطقة مكة المكرمة ما زال اتصال على 911 اللي هو برنامج العمليات الموحد، لكن بقية المناطق ما زال 993. أولا أنا دائما أنصح الإبلاغ عن طريق برنامج كلنا أمان. برضو سألت أنا أمس عن الموضوع هذا وقلت أنه وطلع عنوان عريض بخصوص المستفزي الطرق، يعني أحيانا أنت تمشي في يمن لا في مثل أوسط الأيسر يجي شخص يستفزك، يعني أنت لا تحاول أنك يعني تدرج معه في هذه المخالفة وهذا التهور وتبدأ ملاحقة أول يعني مسألة العناد بين أشخاص، لأنه دائما الحوادث اللي حققناها في هذا الأمر تم بسبب أنه ليش ما فتح للطريق أو ليش يكبس لي بالنور العالي، وبعدها تكون عاد نتائج حقيقة لا يحمد عقباها، صدم عمد أو وفاة أو إطلاق نار أو إلى آخره. كل ما عليك يعني إذا أنت تحس أن الشخص اللي أمامك هذا مسبب خطر لك وللآخرين تصويره في أقل من 5-6 ثواني الموقع ورقم اللوحة، ومن ثم أرسل هذا المقطع الصغير إلى تطبيق كلنا أمن. جميل. هذا اللي أنصح طبعا فيه الجميع، وخلال إن شاء الله دقائق راح يتم التواصل معك من قبل جهاز المرور أو جهاز الدولة الأمنية إذا كان الموضوع أمني، وإذا كنت على طرق سريعة ما بين المحافظات ومناطق المملكة وتحت أغطية اللي هو الزملاء اللي هو قوات أمن الطرق راح يتم التواصل معك وتحديد هذا الشخص وموقعه ومن ثم التعامل معه فيما يخص إن شاء الله يعني إعطاء كل حق حقه. جميل عقيد طارق، يعني ختاما فيما يتعلق بالمخالفات، هل يجب على الشخص أنه يقوم بالتصوير المخالفة أو أنه يكتفي برقم اللوحة ونوع السيارة؟ طبعا إذا كان يقدر يستطيع مخالفة من غير ما يضر نفسه، بعض الناس يقول كيف أنت تمنع
استخدام الجوال اثناء القياده، لكن انا اتكلم عن توثيق حدث مهم، انا ما اتكلم اي واحد والله يقطع. لا لا انا انا احنا فهمنا هذه النقطه، ولكن انا اتحدث عن المخالفات نفسها المروريه، مثل تجاوز خط المشاة عند الاشارات المروريه، قطع الاشاره، استخدام على المدعي البينه والمدعي عليه اليمين. لكن انا اتكلم عشان اختصار المساله، اذا انت تستطيع بعض المخالفات ما تستطيع تطلع جوالك تفتح برنامج الا الرجال. يعني صراحة نتكلم عن المخالفات مثلا فيما يخص مثلا الطرق السرية مثلا، نتكلم طريق ما بين الرياض والدمام، رياض القصيم، واضح الشخص اللي أمامك مثلا مغطي اللوحة أو استمر في استفزازك، يمديك بالحالة هذه أنه لو الشخص مرافق اللي معك يعني أنك تستعين فيه تصوير الشخص هذا. في بعض الناس يعني أنا لاحظه أنه تصوير المقاطع زي الأمور هذه يأخذ له 2-3 دقائق ويتكلم وبطريقة أساسا لا تخدم، لا تخدمه ولا تخدم جهاز الأمن. أنا دائما أقول أقل من ثواني، 3-4 ثواني، هذه السيارة مثلا نوعها كذا، رقم لوحتها كذا، الموقع كذا، سوى كذا، بس انتهى. يعني خمسة، لا انت ضررت نفسك ولا انت شتت نفسك كثير عن قيادة المركبة، ولكنك وثقت أمر أنت تحسه يعني أنه أمر هام لك وهام للآخرين بالنسبة للساقين الآخرين. أشكرك الشكر الجزيل على المشاركة معي اليوم عقيد طارق، شكرا جزيلا، يعطيك العافية.